مكالمة مهمة جدا، مهم جدا نسمع رأيه زي ما بنسمع آراء كتير جدا. وهو كمان على المستوى الرياضة شخصية عظيمة واسم كبير، ولما نتكلم عنه حدث أكيد ولا حرج. معانا على الهاتف اللواء سامح مباشر، عضو اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الجودو. برحب بحضرتك يا سيادة اللواء، ومبسوط جدا لحضرتك معانا. أهلا أهلا حبيبي، إزيك كابتن شادي؟ الحمد لله رب العالمين. سيدي الناس. ضيوفي في الاستوديو الاستاذ عمر الايوبي اليوم السابع ناقد رياضي، وكمان الاستاذ حسن خلف الله من الاهرام جورنال الاهرام. يا اهلا وسهلا، مسلنا عليهم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. قبل ما نتكلم في اي حاجه، الاهلي عنده مباراه امام الترجي، بتقول ايه عن المباراه يا فندم؟ لا لا لربنا هيكرمه، هو بتاع الصاع. النادي بتاعنا بتاع الصاع. بتاع الصاع. عندك ثقة في اللاعبين والجهاز الفني؟ عندي ثقة في اللاعبين والجهاز وكل حاجة. مارسناها كتير معاهم فوق العشر سنين. لاعب النادي الأهلي ده بتاع المواقف الصعبة. بسيادة اللواء، عندي بعض الأسئلة لحضرتك، وأنا عارف إن حضرتك بتنام بدري، لكن كان مهم جدا في التوقيت الصعب ده تبقى حضرتك معانا. تحت أمرك يا شادي. كابتن حماد المصري سمعنا في الصحف اللي اتوقف عشان قال كلمة حق، وقال اللي احنا ما اتدخلناش في اللائحة الاسترشادية خالص، ما نعرفش عنها أي حاجة، احنا شبه بصمنا فقط، واللي عملتها واللي عمل اللائحة الاسترشادية الوزارة. الكلام ده صح ولا غلط؟ والله يوم ما جت لنا شفناها اللي هي الاسترشادية دي. يوم هو بيقول انها جايه من الوزاره. يعني انتوا ايه؟ لا انا السؤال هنا، هو حضراتكم شاركتوا في اللائحه الاسترشاديه دي وعملتوا اجتماعات، ولا جات لكم على ولا اتعرضت عليكم على طول؟ لا عملتها اللجنه، بيقولوا اللجنه القانونيه في اللجنه الاولمبيه وهيعرضوها علينا، عرضوها علينا. طب انتوا احنا مش حضراتكم شاركتوا فيها؟ لا لجنه قانونيه. طب ما هو اللجنه القانونيه مالها؟ مش لازم الاعضاء يتعرض عليها ال بيتعرض عليها النهايه زي ما قال لك حماده. لازم تتعرض، اللي اتعرضت اللجنه القانونيه عملتها وعرضتها. وخد بالك حماده من الناس الصادقين، يعني انسان كويس. طيب ايه رايك في ايقاف الكابتن حماده؟ لا. لا يعني لا ايه؟ شيء على الترابيزه ينحل مش بالطريقه دي. يعني رفضه، يعني احنا كلنا بيت واحد واسره واحده، نحلها. نجيب الكبار ونحلها. طب حضرتك ما حاولتش تتدخل؟ نعم. حضرتك ما حاولتش تتدخل؟ لا لا، انا لسه رايح الاتحاد النهارده، ما لكن ان شاء الله بوعدك يوم الاحد هتدخل فيها. سيادة اللواء سامح مباشر، انما الى علمي اللي في تركيز مع حضرتك عشان ما تنجحش في الانتخابات اللي جايه، الكلام ده صح ولا غلط؟ عاوز اقول لك حاجه يا شادي يا ابني. اتفضل يا فندم. انت من نوع الراجل مؤمن جدا. إذا أراد الله شيئا هيكون فسيكون. أكيد. ده يحارب، ده يمنعني، ده يلعب، ده يعمل. أنا بعمل اللي عليا أمام الله، وبحمي اتحادي وبحمي هيئاتي. تشيل تحط تعمل ما تعملش، الانتخابات نتيجتها لا يعلمها غير المولى. ونعم بالله. ونعم بالله واكثر. في آية كده تحطها ان اللي يريده ربنا هيحصل. طيب عايز اعرف حضرتك، كان معانا امبارح الدكتور علي حسب الله، اتكلم كلام محترم جدا، وقال النادي الاهلي موقفه سليم 100%، مفيش حاجه اسمها في القانون تقول يوم ولا يومين. قال نفس الكلام الكابتن حماده المصري، قال ان النادي الاهلي اللي عمله صح وبينحاز لجمعيته العموميه. كمان كان معانا اللواء جاسر رياض، وقال اللي بيعمله الاهلي ده صح 100%، والثلاثه اعضاء في اللجنه الاولمبيه. حصل حضرتك، غير طبعا اكيد الدكتور علاء مشرف، حصل حضرتك
كل زمان حضرتك في اللجنة قالوا الكلام ده، اللي عمله النادي الأهلي قانونيا صح ولا أنت شايف إيه؟ والله أنا قلت لك أنا يوم الحد هشوف الموضوع من أوله لآخره. وهنعلن الرسمي موقفي. لأن أنا مش هبعد عن حد ولا أبعد عن زميل. أنا بقول لك هشوف الموضوع وأقول رأيي صراحة يا شادي أمام كل الناس. طول النظر ده ضد مين ولا مع مين. إن شاء الله وهتشوف بعينك. هو بس السؤال بس ثانية واحدة بس. أما حضرتك لسه هتشوف يوم الأحد والكابتن حمادة ما شافش وغيره ما شافش، أمال مين اللي خد القرار وأعلن اللائحة الاسترشادية في الوقائع المصرية؟ أمال حضراتكم يعني دوركم إيه؟ ما يعني مين اللي بياخد القرار؟ أما حضرتك لسه بتقول هتشوف كابتن حماده ما شافش واللي إيه مش عارف ايه؟ اشوف اللي اتعامل مع حماده مش اشوف يعني هو اتعرض عليكم الموقف ده؟ هو قال في الاول قال لك اللائحه الاسترشاديه ما هو قال للوسط قال لك ما شفناهاش اساسا دي جات لنا فرق. لا ما هو النادي الاهلي بعد ما خلص جمعيته العموميه بيبعت اللجنه الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه المفروض بتجتمع وترفض رفضت اجراءات النادي الاهلي. انا من الواضح ان ما حدش فيهم اجتمع ولا شاف حاجه. ده هو لأ. السؤال خلاص انا فهمت راي حضرتك عشان الكل بنتناقش وعايزين نعرف راي حضرتك. استاذ حسن من كلام حضرتك بيقول اللي انتم ما اجتمعتوش في اللجنه الاولمبيه خالص، الكلام ده صح ولا غلط؟ عشان نشوف لائحه الاهلي. لا 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 انا مش فاهم. طيب ما اجتمعتوش؟ امال مين اللي بياخد القرار؟ مش المفروض اللجنه ازاي في الوقائع المصرية وقالوا ان موقف ورفضوا اجراءات الاهلي، مش المفروض حضراتكم اللي بتكرروا القرار ده ولا مين صاحب القرار؟ هم رافضين الاول، هم مش محتاجين يشوفوه، هم رافضين. طب ما انتوا ما شفتوهوش، هم رافضينها، هم رافضين الاجراء اصلا. يا فندم ثانيه واحده بس، المفروض الاهلي احترم اللجنه وقدم لها ورقه ادي اجراءات اللي انا عملتها، المفروض اللجنه دي بتقعد وترفض القرار او تتفق عليه وتقول الاجراءات دي غلط. مين اللي خد القرار لما اللجنه ما اجتمعتش وما حدش عارف حاجه؟ ما هو ده السؤال، يعني مين اللي خد القرار وراح مين اللي خد القرار يا سياده اللواء؟ ما هو يقول لنا مين اللي خد القرار. يعني هل القرار فردي في اللجنه الاولمبيه؟ بقول لك احنا ما شفناش. طبعا ما شفتوش. ما شفناش ولا شفنا موضوع الاهلي نهائي. وبقى انت بتتكلم عن النادي الاهلي اللي هو بيتي، بيتي من زمان. ما شفناش. طب ما هو ده الكلام بيكشف قدام الناس، الكلام ده بيكشف قدام الناس اللي بيحصل. اللي احنا لسه كنا بنتكلم فيه ان الاعضاء اللجنه الاولمبيه المفروض اللي هم بيجتمعوا وهو ده ما اجتمعوش. ايوه ما حدش شاف. امال مين اللي خد القرار؟ يعني اذا هو القرار مطبوخ ومترتب، هو سبت اللي هو ما حدش عايز يراجع، ما حدش عايز يبص. يا كابتن حسن اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. بقول لك ما تعرضش علينا حاجه. طيب لا تعرض علينا لائحه الاهلي. يبقى الكابتن حماده كلامه صح. طب امال بيوقفوه ليه؟ امال عايزين يعني الكابتن حماده ليه وقفوه وخدوا القرار؟ طب ما هو بيتكلم صح، الراجل ما غلطش. يا راجل قال نفس كلام حضرتك، كل الناس بتاكد. يبقى اذا ليه تم ايقاف الكابتن حماده المصري؟ ليه تم التنكيل بيه؟ يبقى اذا بقى اللي هيفتح صوته بعد كده اللجنه الاولمبيه هتنكل بيه. برضه هقول لك القرار بتاع حماده ما اتعرضش علينا. امال ايه اللي بيتعرض عليكم يا سياده اللواء؟ ده كده ما ايه اللي بيتعرض عليكم بقى في اللجنه الاولمبيه؟ يعني اذا مين من يدير اللجنه الاولمبيه؟ كلام حضرتك ده كلام مخيف على فكره، ده كلام مخيف جدا، كلام والله العظيم انا مستغرب ان انا بسمع ده من كل اعضاء اللجنه الاولمبيه بيتكلموا الكلام ده في الصحف وفي الاعلام. يعني ما انتوا حضراتكم ما حدش قال غير عندنا هنا البدايه، ما حدش فتح يعني الموضوع. انا بقول برضو عشان انا مش بقول بنفرد ولا انا رقم واحد، الكلام كله ابتدى هنا في البرنامج ده. الكابتن اللواء رؤوف جاسر رياض انا اسف، الدكتور علي حسب الله، الكابتن حماده المصري، كله كان هنا واللواء سامح مباشر وكله قال. عارفين ليه اتكلموا هنا؟ عشان الاهلي كبير ومحدش عارف يتامر عليه واللي عملوه ده مش مظبوط. واللواء سامح مباشر كمان اكد زيهم النهارده اللي مفيش اجتماعات وبياخدوا قرارات من غير اجتماعات، والوزاره هي اللي عملت اللائحه الاسترشاديه، وفي مسؤول جوه اللجنه الاولمبيه محطوط من الوزاره وكان شغال في نادي الصيد. عايزين معلومات اكتر من كده تاني؟ كلام مؤسف للاسف، كلام مؤسف، وانا يعني مستاء جدا من اللي انا بسمعه ده والله. سياده اللواء حاجه يا حسن اتفضل يا فندم. ثق يا ابن الناس، النادي الاهلي ده مش نادي صغير. ولا احنا صغيرين فيه. ومحدش يقدر يجي عليه.
طول ما احنا عايشين. تمام؟ تمام. وانا بقول لك الوقائع صماء. وانا بقول لك هتدخل يوم الحد عشان حماده. يا انت يا سياده اللواء انا تكلمني يا شادي اقول لك انتهيت لي يوم الحد. يا سياده اللواء استاذ عمر ايوبي بيسال حضرتك النقد الرياضي باليوم السابع، اتفضل يا استاذ عمر. يا سياده اللواء يعني انت حكي يوم الحد هيكون لك موقف واضح قدام اللجنه الاولمبيه لو لقيت اي قرار ضد كابتن حماده المصري او ضد النادي الاهلي؟ يا بيه القرار موجود والقرار لسه هتعمل. انت حضرتك هيبقى ليك موقف. انت بتقول توقف. ها انت حضرتك هقول توقف ليه واتكلم واحاول ازيل هذا اللغط. طب يعني هيكون ليك موقف واضح. انسان مش حماده انسان صغير. حماده انسان محترم في كل تصرفاته معايا. طيب في اللجنه الاولمبيه. طيب. في سؤال مهم جدا دلوقتي لحضرتك. الطبعه بتاعت المصري اليوم بكره تصريح على لسان اللجنه الاولمبيه او مسؤوليها ان الكابتن حماده المصري كان المفروض مفيش اي اجتماع اتعمل عشان نوقف الكابتن حماده المصري وابتدى يتراجعوا النهارده. كمان في نقطه مهمه جدا تصريح مهم لهشام حطب بيقول فيه الكابتن حماده المصري انا غلطان اللي انا ساعدته كان المفروض يتوقف من سنه. هشوفها بكره يا عمر. انا بقول لك يوم الحد انا هقابل رئيس اللجنه الاولمبيه واتفاهم باعتبار دي حاجات مسؤوليه علينا. استنى لحد اليوم. لان ما يتحطش اسمعنا بناس تنذبح ولا ما تنذبحش. مظبوط حضرتك؟ مظبوط. بس لكن الاهلي كبير عن الكلام اللي بيقولوه ده كله. من امتى الاهلي يعني بيصغر نفسه؟ عمره نادي مبادئ ونادي قيم. طيب ممكن الجا للقانون لان احنا دوله قانون. الواحد بيدعي اللي هو بيذاكر شويتين. الماده 92 بتقول اللي ما ينفعش يتاخد قرارات الا غير في وجود اللجنه كلها. ما ينفعش انا كمسؤول مع نفسي اخد قرار اوقف حماده. لا اللي بيعمله الاهلي غلط لازم يرجع للناس. وده ضد القانون اللي هي الماده 92. يا فندم مين اللي خد القرار؟ ما انا بقى بستغرب. انا ده اللي يعني خلاني مستغرب وبسمع كلام مؤسف. مين اللي خد القرار؟ ما حضراتكم ما بتجتمعوش. طيب عشان الراجل يعني سياده اللواء قال لنا يوم الاحد هيقول كل حاجه. هو سؤال اخير، هو انتوا اجتمعتوا ايضا؟ يعني ما حصلش اجتماع في النص كده. اخدتوا قرار مين لجنه التسويه اللي هيبقوا موجودين او فض المنازعات؟ والله يا حسن اللي هي اللي موجوده في اللجنه الاولمبيه. مركز ما حصل. يا بيه قالوا لنا قالوا لكم الحمد لله. طب الحمد لله ان قالوا لكم. والله متعب. والله كويس ان قالوا لكم يا سياده اللواء. سمعت الجمل بيقول لك بكلمك وانا مكسوف. سياده اللواء سامح مباشر عضو اللجنه الاولمبيه ورئيس اتحاد الجودو. بشكر حضرتك، حضرتك شخصيه محترمه ما هربتش من المسؤوليه تبقى موجود معانا ايضا على الشاشه. وبنضرب القنبله الرابعه النهارده. اللواء سامح مباشر اكد ان موقف النادي الاهلي على حد كلامه قانوني، ما اجتمعوش خالص عشان ياخدوا اي قرار. ليا بعض الاسئله لسياده الوزير ولهشام حطب. رقم واحد زي ما الاستاذ حسن قال، ازاي راحت او اللائحه اتحطت في الوقائع المصريه بدون علم خمسه من اعضاء اللجنه الاولمبيه؟ ادي واحد. اثنين يا سياده الوزير حضرتك طلعت في كل مواقع مصر وكل البرامج الرياضيه في مصر وسائل الاعلام، وحضرتك قلت ان اللجنه الاولمبيه هي اللي عملت كل حاجه، احنا مالناش دعوه. ادي خمسه من اعضاء اللجنه الاولمبيه بيقولوا لحضرتك يا جماعه احنا مش اهل القانون. دايما بنتكلم في القانون بنجيب اهل القانون. الماده 92 بتقول اللي ما ينفعش حد ينفرد بقرار. امال اللجنه جايه ليه والاعضاء جايين ليه ما دام انت هتتصرف من دماغك؟ الكلام ده كله ضد القانون. رساله للمره المليون لجهات سياديه في الدوله. الاهلي مؤسسه كبيره وعظيمه بتكتب دستورها وبتكتب لوائحها من اول نادي في مصر عمل الكلام ده قبل اي حد. تاريخ النادي الاهلي يا جماعه، تاريخ النادي الاهلي، تاريخ النادي الاهلي قد دول. اللي بيشجعوا الاهلي قد والله العظيم جمهوره اكتر من دول جنبك. وفي الاخر الكلام ده يحصل معاه النهارده عشان اسيطر على النادي الاهلي. وفي الاخر قالوا له، عارفين فكره قالوا له؟ هو ده اللي احنا بنشوف. اللواء سامح
او ممكن نقولها صور. انا كنت مفكر انه نكته. إيه؟ يعني انا كنت مفكر اللي بسمعه ده طلع حقيقي مش نكته.